الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جزم الفعل المضارع بعد أن وأينما وأيان وحيثما وأي. نتذكر مع بعض أسلوب الشرط بيتكون من إيه؟ أسلوب الشرط بيتكون من أداة الشرط زائد فعل الشرط زائد جواب الشرط. دي الأجزاء اللي بيتكون منها أسلوب الشرط: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. خد بالك ان جملة الشرط لازم تكون سبب لحدوث جملة جواب الشرط. نتذكر مع بعض ادوات الشرط الجازمة: ان، من، ما، مهما، متى، اين، حيثما، كيف، ايان، ان، اينما، اي. تعالوا نتعرف على معنى كل اداة. الادوات اين واينما وان وحيثما كلها اسماء شرط للمكان. من اسم شرط للعاقل، إن حرف شرط للربط، ما اسم شرط لغير العاقل، متى وأيان اسم شرط للزمان، مهما اسم شرط لغير العاقل، كيف اسم شرط للحال. الأدوات دي بتجزم فعلين: فعل الشرط وفعل جواب الشرط، وطبعا يكون كل فعل منهم فعل مضارع. تعالوا نشوف الأمثلة. أين تنظر حولك تجد أثر العلم. فعل الشرط في الجملة دي تنظر، وفعل جواب الشرط تجد. مثال التاني: من يرتقي بأخلاقه يسمو. فعل الشرط يرتقي، جواب الشرط يسمو. مثال التالت: إن تتعلموا العلم ترتقوا. فعل الشرط تتعلموا، جواب الشرط ترتقوا. مجموعة تانية من الأمثلة: ما تبذل من جهد ينفع. فعل الشرط تبذل، جواب الشرط ينفع. مثال الثاني: متى تجتهدوا تبلغوا هدفكم. فعل الشرط تجتهدوا، جواب الشرط تبلغوا. مثال الثالث: مهما تفعل من خير يوفى إليك. تفعل ده فعل الشرط، يوفى ده جواب الشرط. مجموعة ثالثة من الأمثلة: أيان تجتهد تنل ما تريد. فعل الشرط تجتهد، جواب الشرط تنل. أن تسافر تتعرف إلى أصدقاء جدد. فعل الشرط تسافر، جواب الشرط تتعرف. حيثما تنظروا تجدوا عجائب خلق الله. فعل الشرط تنظروا، جواب الشرط تجدوا. طيب، علامات جزم الفعل المضارع. علامة الجزم السكون بتكون مع الفعل صحيح الآخر. علامة الجزم حذف حرف العلة بتكون مع الفعل معتل الآخر. علامة الجزم حذف النون دي بتكون مع الأفعال الخمسة. الفعل المضارع الصحيح بتكون علامة جزمه السكون، زي ما أقول من يذاكر ينجح. يذاكر وينجح دول أفعال صحيحة، فعلامة جزمهم السكون. الفعل المضارع معتل الآخر بتكون علامة جزمه حذف حرف العلة، زي ما أقول من يعلو فوق الصغائر يسمو بأخلاقه. يعلو ويسمو دي أفعال معتلة الآخر، فعلامة جزمها حذف حرف العلة. الأفعال الخمسة علامة جزمها حذف النون، زي ما أقول متى تعملوا الخير تجدوا الخير. كان أصل الفعلين دول تعملون وتجدون، فجزموا وعلامة جزمهم حذف حرف النون لأنهم من الأفعال الخمسة. الفعل المضارع المعتل الوسط بنحذف حرف العلة منه، وبتكون علامة جزمه السكون، زي من يقول الصدق ينال احترام الناس. كان أصلها يقول وأصلها ينال، حذفنا حرف العلة وخلينا علامة الجزم السكون. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.